من الاو تي في صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم وضيفي المشرف على موقع الانتشار استاذ ابراهيم عوض. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني ما بعرف ليش كنت عم بتقلي تحت الهواء انه تاخرت كثير لو وصلت، شو في مشكل بنزين؟ ماشي الحال حتى اللحظه لا بالبنزين؟ لا ما في مشكل بنزين. شو؟ بس في شيء عند الناس غريب عجيب يعني. اليوم البنزين تعرف يوصل 500,000 و480,000 وانه الناس ما معها مصاري، بتلاقي هالزحمه رهيبه جدا من مدخل بيروت يعني بعد الاي بي سي وصولا الى بشاره الخوري، ثم من بشاره الخوري وصولا الى سن الفيل، يعني زحمه رهيبه غريبه عجيبه. طيب كمان نحن بنحب النق كثير، معلش بركي رايحين نجيب خبز يا استاذ ابراهيم. هلا الخبز موضوع تاني، مش واقفين قدام الافران بالسيارات يعني. هلا الخبز هيدا مستجد جديد، هلا مفتعل برايك، وهذا شيء مخيف جدا سيد جويل. انا كنت الاسبوع الماضي عم بحكي مع وزير الثقافه استاذ محمد وسام المرتضى، عم يقول لي انه نحن بمجلس الوزراء اثرنا موضوع، او بالاحرى وزير الاقتصاد اثار هذا الموضوع وقال انه نحن توصلنا مع مصرف لبنان إلى فتح اعتماد، وهذا الشيء قبل شهرين، وحتى الآن ما فتح الاعتماد مصرف لبنان، وصار في تساؤلات أنه لا بيفتح اعتماد مصرف لبنان بالنسبة للقمح حاسس في بواخر على الشاطئ، وبالنسبة أيضا لأدوية السرطان كمان نفس القصة. بيقول هو الوزير المرتضى، عم بحكي انا نقلا على كلامه، الوزير في داخل الحكومه، بيقول انه هدول كلياتهم عم نمشي حالنا فيهم، بس هيدي ازمه ترغيف، هيدا تؤدي الى الانفجار وتؤدي الى البلبله وتؤدي الى احداث لا تحمد عقباها، وانا هون متخوف من تاجيل الانتخابات بسبب ازمه الرغيف او بسبب رغيف الخبز. اوف، يعني ممكن لاسباب ما بعرف معيشية نروح إلى تأجيل انتخابات من بنزين أو خبز أو أزمة قد تكون مفتعلة في اللحظات. هلا البنزين مرقناه ست جوال، بتعرفي مرقناه بعدة مراحل، ساعة فيه ساعة ما فيه، مر البنزين، بس أزمة الخبز الرغيف لقمة العيش المواطن هون شيء بيخوف كتير يعني. هلا البنزين بتعرفي مشي الحال، ناس صارت تاخذ بسكليتات وناس تاخذ موتورات وناس تمشي، هلا مش الحال ابدا بس يعني بالرغيف 500,000 انه بس بازمه الرغيف هيدي شيء بيخوف جدا جدا يعني. نعم. الشيء الاساسي اللي كان لازم يصير هو عدم فتح، يعني عدم السير بالاعتماد يلي صار في اتفاق عليه بين وزاره الاقتصاد وبين حاكم مصرف لبنان. لماذا لم يفتح هذا الاعتماد؟ هذا هون السؤال. انا بس يعني حانقل وجهه النظر المقابله. حاكم مصرف لبنان بيقول تبعتوني التغطيه وانا مستعد يعني كفي صرف، وانت بتعرف استاذ ابراهيم كل اللي عم ينصرفوا هدول من احتياطي، ما تبقى من الاحتياطي، لانه يمكن ما بعرف اخر كلام له بيقول 12 مليار اذا انا ماني غلطانه. طب كمان هو بده غطاء قانوني سياسي، ما بقى كل مره نتهم الحاكم انه مش عم تفتح اعتماد، اعطوني هذا الغطاء وبيفتح هو الاعتماد، بس ما بقى تلوموا الحاكم انه خلصوا المصاري. مزبوط، انا هون قلت لك ما قاله وزير الاقتصاد. طبعا التفاصيل كلياتها مني ملم فيها يعني، انه طبعا بعرف انه في احتياط صار كتير قليل، صار في شح عنا بالميل معنا خبر، ولكن بنفس الوقت سمعنا ايضا من حاكم مصرف لبنان، انا طبعا مش عم حط كل اللوم عليه، ولكن سمعنا ايضا من حاكم مصرف لبنان وقت اللي صار في حكي من نائب رئيس الحكومه انه نحن فلاس ومفلسين الى ما هنالك، انه لا نحن مش مفلسين، نحن عم نيسر امورنا وعم نقوم بالامور ونمور بواجبنا. هذا كلام حاكم مصرف لبنان. هلا الشيء اللي انا يعني كلام الرئيس مئاتي انه لا هذا مش افلاس، هذا مش افلاس، هذه ملاءه وما ملاءه 100%. على كل حال يلي صار انه وزاره الاقتصاد كما قال وزير الاقتصاد نحن توصلنا الى اتفاق، يعني طبعا تتوصلوا الى اتفاق معناتها انه صار في تغطي، مفروض يكون هيك اذا توصلنا، عم نحكي احنا من حيث المبدا، توصلنا لاتفاق لفتح اعتماد مع حاكم مصرف لبنان او مع مصرف لبنان وما صار فيها الاعتماد. هون السؤال اللي كنا عم نطرحه يعني، او بالاحرى اللي عم يطرحه وزير الثقافه، يعني بنوصل لربطه خبز مثل ما البعض كان امبارح عم بيقول 30,000. كل شيء وارد، لانه نحن كمان وقت البنزين كانك بتتذكري كنا
140-150 وفجأة صرنا 500. نرفع الدعم عن البنزين صرنا 500. هلأ كمان الخبز يمكن عم يقولوا أنه تمهيدا لرفع الدعم عن الخبز كمان يمكن توصل الربطة. عشان هيك عم بقول لك أنه قصة الخبز هيدي ما فينا أبدا يعني نستهين فيها على الإطلاق. يعني هيدي بتخوف كتير. وأنا من رأيي وزير الثقافة إنها كانت تطيح بالانتخابات إذا لا قدر الله ما انحليت وما صار في لقمة خبز عنا بالبلد. أكيد شو بده يعمل المواطن؟ بده ينزل على الشارع. بده يصير في اضطرابات ومظاهرات وتتعطل الانتخابات. بس وزير الثقافة قال لك إنه قد نكون أمام هيدول الأمور. الخبز ممكن هو يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات. قال لي أنا ونشرتها. نعم قال لي أنا هذا بيخوف وهذا نحن اللي بنخايفين منه. أنه وبعدين في شغلات صارت سيد جوال بتعرفي يعني بتأشر إلى أنه الانتخابات اللي عم ينحكى الانتخابات ما الانتخابات مزبوط. امبارح السيد حسن نصر الله أثار قصة تأجيل الانتخابات. طيب في شغلات نحن بنشوفها أحياناً أنها غير طبيعية. مثلاً الشيء اللي صار بطرابلس عنا هو بدي اطرق اللي صار كمان باليوم بصيدا بالجنوب. يعني الانفجار هلأ ما بعرف شو طبيعته إذا تبين إذا كان في شيء وانفجر هيك. أكيد يقال أنه حتى اللحظة ما في شيء مستهدف كانفجار يعني. نعم. بس ما بعرف هل يقال أنه في يقال يعني. نعم. ما تأكدنا كتير بجانب المبنى أو حتى بقلب المبنى. نعم. طبعا بدنا نتأكد منه ست جوال أنه في مستودع أسلحة يعني في ذخيرة هناك. هلأ حكي كله عم يطلع فرضيات بس يبدو أقرب يعني يبدو أقرب إلى المنطق هذا صراحة. يعني حسب المعلومات اللي توفرت لي خطيرة حسب المعلومات اللي توفرت لي قد يبدو أن يكون في مستودع أسلحة هناك. يعني حسب المعلومات اللي توفرت لي لمين هيدول مستودع الأسلحة هناك؟ هلأ ما أعرف أنه قالوا كشاف الرسالة. يعني كشاف الرسالة هو تابع لحركة أمل حيث يعني خلينا بس هو متعارف عليه يعني. نتهم أو نطلق هيك لا 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 انتظار طبعا أبدا ما عم نتهم. عم نقول نحن ما اللي عم نسمعه أبدا. لأنه طلع بالأول نظرية أنه يمكن انفجار خزان مازوت كان تم استقطابه لحتى يجيبوه لحتى يقضوا شهر رمضان. ما بينزل لك المبنى كله ست. أوكي في فرضيتين ما بينزل لك المبنى كله أنه ممكن يكون أناني أكسجين كمان تم استخدامهم أو لتخزينهم لوقت كورونا. وأنا بس ممكن لا 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 كله فرضيات جائزة. نعم. بس كمان نحن عم نضيف إلى الشيء اللي سمعناه. يعني طبعا قبل ما أدخل لعندك على استوديو هلأ مع الأسف طبعا سقط يعني نجل. نعم. رئيس البلدية مع الأسف وهناك رحمة الله عليه وتعزينا لرئيس البلدية طبعا كل التعازي وسبع جرحى. نعم. هيك بس هيك بمعطيات أولية على أمل أنه يكون ما بعرف أنه يكل يتعافى المصابين. طب بدي انطلق من هيدي الحادثة وما حصل كنت عم بتقلي في الشمال بطرابلس. طب هول الحوادث شو بتشوفوا؟ أنا بتوقف عند حادثة طرابلس أكتر. هيدا خلينا نقول هون صار في انفجار محدد معين بينما بطرابلس صار في فلتين لساعات. هذا شيء بيخوف يعني مفتعل. على افتراض يعني على لساعات. نعم يعني على افتراض كان موعد الانتخابات صباح هذا الشيء اللي صار بطرابلس اكيد هذا بده يأثر على الانتخابات. يعني في كتير ناس مش هتنزل وقت تنتخب خوفا من الشيء اللي صار يعني. ومع الاسف يعني كمان صار في تساؤلات بطرابلس انه يعني هدول اللي عم يقوصوا بيحكوا لنا على التلفزيونات انه هن عم ما عم يقدروا يحصلوا على اكل. عم يغمسوا الخبزه بمرقه الدجاج او مرقه اللحمه لانه ما عندهم لحمه ما عندهم دجاج الا ما هنالك يعني. فانا من اين لك هذا؟ من اين لك هذا الرصاص؟ لانه الرصاص طبعا بالدولار اليوم مش انه ونزل رصاص نزل رصاص بالجنب المفرق بطرابلس. كمان في تخوف انه لا قدر الله اذا حادث من هالنوع مره ثانيه انه ولا عائلتين هلقوا بعضهم وادى الى ما ادى اليه. كمان بكره على افضليه السير افضليه المرور ما بتعرف كمان بصير في مشاكل كمان تؤدي الى انفجار لا قدر الله. نحن عم نحكي مشان هيك في تخوف انه في بعض الحوادث هيك بتأشر لك على انه في خوف على الانتخابات في خوف على اجراء الانتخابات. وبعتقد امبارح السيد حسن عبر عنها بشكل واضح سيد جوال. بس امبارح ما زلت طرقنا الى كلام السيد نصر الله امبارح بكلامه امين عام حزب الله
يعني ما عم يتهم السفارات، هلا هو يتهم يعني تدخل السفارات، وانه في نظريه بتقول هيدا الفريق رح يربح حوالي، حيكون له تلتين المجلس، وبالتالي ما كتير بيناسب هيدا الموضوع المجتمع، بعض المجتمع الدولي او السفارات كما يقول امين عام حزب الله، لان انا دقيقه، مشان هيك قد نكون امام يعني هناك البعض يسعى لتطييره. ما بعرف بتشوفها منطقية هذا الكلام، يعني أنه أكثر حدا بده الانتخابات والمجتمع الدولي. نعم، خلينا نقول شغلة شكت مش يعني بتفصيل مبسط كمان، يعني مش تفصيل طويل. قبل ما نحكي بالانتخابات، باعتبار حكينا عن الانتخابات، لأنه انتخابات تأجيل أو ما تأجيل، خلينا نسأل إذا العالم بدها تنزل تنتخب، إذا الناس بدها تنزل تنتخب. امبارح بآخر إحصاء للدولية للمعلومات بتقول انه حوالي 49%، اذا انا ماني غلطان، 49% من يلي استفتوه هون استن ما مقررين اذا بينزلوا على الانتخابات او ما بينزلوا على الانتخابات، مش حاسمين قرارهم، مش حاسمين. بعدين بغض النظر عن الاستطلاعات، الناس عندها، انت بتعرفي حضرتك، انت على الارض كمان اعلامية، عندها قرف من كل شيء فيه شيء اسمه له علاقة بالدولة أو بالسلطة. هلأ أنا بسمع كلام، مثلا أنا بطرابلس وبسمع بغير طرابلس، يعني أنه أنا ما بنزل على الانتخابات إلا إذا رجعوا لي مصرياتي، يعني اللي برجع لي مصرياتي بنزل على الانتخابات، وأنا أعتقد هو محق في ذلك، يعني هذا محق في ذلك. هلأ آخر بضعة، معلش بسمحي لي بس باعتباره فتحنا هذا الحديث، آخر بضعة عند المصاريف، وهذه حصلت معنا نحن أستاذ جوال كمجلس وطني للإعلام المرئي والمسموع يلي أنا نائب رئيس، نحن بناخد شيكات، لأنه نحن مش موظفين، نحن متعاقدين، نحن كل 4 سنوات مفروض المجلس يتغير، ما عم يتغير المجلس لأسباب تتعلق بالحكومة، إن كل حكومة ما عم تقدر تغير المجلس. نحن بيعطونا تشيك مكتوب عليه مصرف لبنان، المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، واضح؟ دائما كنا نحطه بالبنك اللي هو مبلغ بسيط، ستنا معلش خلينا نحكي شوية تفصيل، اللي هو 1,800,000 فقط، يعني عضو المجلس الوطني 1,800,000، بتحطي الشيك بتاخديه بعد 4 أيام. الشهر الماضي في بضعة جديدة، بتحطي الشيك ما بتاخديه بقى. لا يا حبيبي، قال هذا بتشتري فيه بالكارت بونبون شوكولا بنزين، وبتعرفي انت هذا الكارت ما عاد له قيمة، هذا الكارت ما عاد له قيمة، يعني صار في شيء بضعة جديدة، انه حتى تشيك مصرف لبنان البنوك تمتنع عن دفعه، بتلاقي لها طريقة إلى ما هنالك. مشان هيك أنا عم بحكي أنه قبل ما نحكي، أنا أعطيتك مثل هيك بسيط، مش عم أقول أنه بس المصارف عم تلتزم بما يطلب منها. هلا أنا دائما قدام دافع المصارف بالوقت يلي بنقول وجهة النظر الأخرى، طب ما هني مطلوب منهم هيك، وشفنا قرار الفيفتي فيفتي وأنت من مطلع عليه، يعني إذا مطلوب منهم هيك، طب المصارف أنه هي عليك كمان بدها تكفي. طب احنا عم نحكي شيء، المصارف مطلوب منهم هيك عم تلتزم بالقرارات، كل هالقرارات مشحفة بحق المودي، مشحفة بحق الناس، ما عم نحكي شيء. أنا حاطت مصاري بالبنك، أعطيني مصرياتي يا حبيبي، يا أخي إذا بدي أمشي معك ولا حدا حينتخب، يا ما عم قلك في هالجو، يعني مين بده ينتخب اليوم؟ بدنا نروح نحن مثل ما تفضلتي كنت عم تقولي، بدنا نروح نحن نستعطي حتى ناخد ربطة خبز، وقبل منا كنا كمان بدنا نستعطي حتى ناخد بنزين ونشتري جالونات بنزين إلى ما هنالي، وما فينا ناخد مصرياتنا بالبنك، ما منلاقي دواء، مش أدوية سرطان، هلا بيحكوك كتير بأدوية السرطان، في أمراض عادية مثل الأملاح، مثل السكر، مثل أدوية، ما بتلاقي الأدوية. أحيانا إجا شيء هذا المرهم اللي كتير بيستعملوه اللي هو فوسيدين معروف، ما بتلاقي له فوسيدين. بيحكوكي بالأمراض السرطان، لا يا حبيبي، مش بس بأمراض السرطان مش موجود، نحن بحالة قرف تام يا ست جويل. أنا خايف على الانتخابات مش من الأحداث الأمنية، من الأحداث معيشي. أو من من الوضع المعيشي، من الوضع الإنساني، أنا هذا اللي خايف عليه، الإنسان المواطن إرفان ينزل على شو بده ينزل على الانتخابات؟ لا عندي دواء، ولا عندي رغيف، ولا عندي بنزين، ولا عندي قدر طبب ابني، ولا فوتوا على المستشفى، ولا ولا ولا، على شو بده ينزل أنا أعمل الانتخابات؟ أنا هذا اللي مخوفني، أنا هذا اللي مخوفني. أوكي، بس ما هيدا الرأي العام، الجمهور قايم قيمته على كل الطبقة السياسية. نعم. طب إذا هو ما بده اليوم ينتخب، طب شو الحل؟ يعني ما أنتوا إذا بدهم تغيير يروحوا يغيروا، إذا ما بدهم تغيير وهن مقتنعين بهذه الطبقة يرجعوا يحطوا الطبقة ذاتها، يعني طبعا. الانتخابات نحن عملنا هذه المقدمة تنفوت هلأ على موضوع الانتخابات. نعم. ما هي؟
أنا عندي كون يا سيد جويل يعني دائما كنت أقول بالانتخابات في عنوانين، هذا الانتخابات في عنوانين ظاهرين صاروا، يعني عنوان المقاومة وسلاح المقاومة وحزب الله والأكثرية، وعنوان تاني اللي هو إزاحة حزب الله السيادة بيقولوا لك والسيادة، وعنوانين موجودين على الساحة الانتخابية، يعني محور 8 و14 أدار، محور 8 و14 أدار ولكن بلباس آخر أو بشكل بشكل جديد ما عرفتوش هذا عنوانين. بعدين ظاهر، بعدين على فكرة يلي بيطلع بيحكيك بالسيادة وبسلاح حزب الله وبدي يشيل سلاح حزب الله وخرب الدنيا وكذا، على راسي وعيني يا حبيب قلبي يا عيوني. اوكي انت عندك مشكله مع سيدة، كل انسان عنده رايه سيد جوال، نعم. انت عندك مشكله بس يا حبيب قلبي يا قلبي انت شو بدك تعمل؟ كيف بدك تزبط لي قصه ترغيب؟ وكيف بدك تزبط لي قصه الدواء؟ وكيف بدك تزبط لي قصه الطبيبه؟ وكيف بدك تزبط لي قصه التعليم و الى ما هنالك؟ ما عم بيعطوك حلول، عم يعطوك شعارات، عم يعطوك عناوين، ما يقولوا لك كيف انت بدهم هاللبناني تعطوه حقوقه. بالمقابل كمان بالطرف الثاني شو اسمه دفاع عن المقاومه، وبنفس الوقت بيغيب الحديث عن الشأن الحياتي، الشأن الانساني، الشأن الاجتماعي. لذلك لما شافوا انه الامور، تفضلتي حضرتك حكيتي انه الناس ما عم تنزل وبدها تنزل عد. كمان عفوا يعني عذرا يعني قلت لي كمان هون مع حضرتك ما بعتقد أنه حيكون في هذا التغيير الكبير في البرلمان الجديد، وذكرت أنه بكون أنا كتير عم بالغ إذا قلت أنه تلت البرلمان الجديد المقبل سيكون هناك يعني تلت جديد. أنا قلت كتير عم بالغ إذا كانت تلت. هل قد لأنه ليش مسألتيني ليش؟ بدي أقول لك أنه كل المجتمع التغييري، كل هالمجتمع الوجوه، المجتمع المدني، في كتير لوائح لقلون على امتداد المناطق اللبنانية. طب مش قادرين برأيك هني يحدثوا فرق؟ ما هو اللي صار أنه هالتبعثر الحاصل بالتغييريين، بالثوريين، هالتبعثر اللي حاصل، هالتشتت اللي حاصل، هذا عطى صورة مهزوزة، عطى صورة مهتزة. لذلك كان يعني كنا بنتأمل لو يكون طبعا حيكون في وحدة شاملة وكاملة أكيد، بس على الأقل بالحد الأدنى مش موجود يا سيد جوير، وحضرتك أكيد لاحظتي أنت تشتت رهيب جدا، دخل الحابل بالنبل، ما عدنا نعرف مين التغييري ومين اللي مش تغييري، مين اللي مع الحزب، مين اللي مش مع الحزب، كلياته داخل ببعضه. لذلك صار الناخب في حيرة من أمره، صار الناخب في حيرة من أمره. كمان بالإضافة إلى ذلك بكل صراحة، هلا أنا يمكن كنت مخطئ، ما ضروري كل شيء بحكيه أنا مصيب، ما برزت هذه الوجود الجديدة اللي تشدك اللي تقولي هو هذا هو الأمل المنشود يلي بدي أعطيه صوتي أنا، ما ظهرت هذه الوجوه يلي أنا بدي يعني سلم الأمانة في البرلمان الجديد مع الأسف. يعني ما رح يكون في لقوى التغيير أو المجتمع المدني إلا تقريبا يعني مقاعد ضئيلة تما نحن نفوت ونتكحن. هذا اعتقادي برجع بقول لك أنا قد أكون مخطئ، بس متمني شايف نتيجة هذا التشتت التشرزم أكيد يعني وراجع الأكترية يعني. ذاتها بذات الأعداد شو هيدا؟ الأكترية إلى حد ما نعم ومن هنا يمكن نعم. أثار السيد حسن بالأمس أنه صار فيه لأنه كانوا كلهم يقولوا أنه نحن بدنا نحطم المقاومة، بدنا نحطم حزب الله، بدنا نحطم الأكثرية، بدنا نلغي الأكثرية، فربما شافوا أن الأمور ما متجهة لهذا الاتجاه، مشان هيك صار في ميل أو صار في حديث عن تأجيل الانتخابات اللي أثاره السيد حسن. مع أنه السيد حسن نصر الله قال أنه حصولنا على تلتين هيدا منه الهدف كفريق سياسي بالوقت يلي أكيد هو هدف وأكثر من هيك. لا هلا تقلك شغلي شو. اكيد هلا بدهم يعملوا انتخابات مش بالله تيتفرجوا على الاخرين ياخذوا المقاعد، اكيد بدهم يحافظوا على الثلثين يمكن اكثر من الثلثين يعني. فهون انا ما قدرت فهمت مضبوط من السيد حسن انه نحن ما مش هدفنا نحافظ على الثلثين، ولكن بالتاكيد انه كمان هدف المقاومه وحلفائها
والأكثرية أنه كمان يحافظوا على الموقع اللي كانوا موجودين فيه اللي كانوا محافظين عليه سابقا، ما أقول يعني يتخلوا عنه. طيب. وإذا ما كان يطمحون إلى أكثر من ذلك يعني. وبهذا الإطار أتى اللقاء في الضاحية اللي جمع في أمين عام حزب الله رئيس التيار ورئيس تيار المردى، وليش ما صار قبل بكل صراحة؟ طبعا ما في شك سؤال يسأل بحزبي نفسي سيد جويل، معلش يعني باعتبار الوزير جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجي نفس المبادئ تقريبا. استراتيجية عم تحكي؟ استراتيجية عم بحكي. نعم. استراتيجية عم بحكي. نفس المبادئ نفس الأفكار، واثنينتهم في عندهم نفس الجرأة. فأنا بحس بنفسي بالفعل أنه يكون فيهن خلاف بيناتهم، كما يحس في نفسي أيضا كمان قلت عندكم هون أنا أنه يكون في خلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. بحزبي نفسي لأنه كليتهم بنفس مثل ما تفضلتي وقلتي نفس العناوين الاستراتيجية، نفس العناوين الوطنية، نفس العناوين العروبية موجودين كل يعني موجودة كلياتها عندهم. بقولوا لك في مفاهيم مش بناء الدولة، لا مش الكل. أنا بحزبي نفسي بعدين أنا انبسطت جدا. نعم. باللقاء اللي أجرر يعني بهالجمعة اللي صارت. نعم. وأيضا انبسطت بهالتحالف كمان اللي ولو انه حكى عنه الوزير باسيل انه نحن بس هذا التحالف انتخابي بقصد التحالف مع حركه امل، بعدين كل واحد عم ينظر من شو اسمه شباك الطياره الى مكان غير هذا بينظر هون اذا بينظر هون. حتى هذا التحالف انا كنت سعيد لانه كليتهم بخط واحد بنهج واحد بفكر واحد على امل انه يعني تزال بقيه الخلافات هيدي يلي يعني. عندك معطيات او معلومات عما دار شوي في هذا اللقاء؟ يعني هلا الكل نفي انه يكون في حديث على موضوع انتخابات رئاسيه. نعم. وكمان حكى انه الانتخابات خايضين كل واحد لحال وما خاصه بالتنافس الانتخابي هذا اللقاء اللي حصل. نعم. شو معطياتك عما دار في هذا اللقاء؟ اكيد 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 ما تناولوا موضوع الرئاسي. يعني اولا بكير نتناول موضوع الرئاسي، وقبل ما نتناول موضوع الرئاسي خلينا نصلح ذات البين بيناتهم. يعني قبل ما نقعد واحد يحكي بالرئاسه ونوصل لهالموضوع الكبير والحساس شوي نزيل هالجمود او هالجليد بيناتهم يعني. فأهم شيء بهذا اللقاء أنه أذال الجليد علما يا سيد جويل. إذا بتلاحظي وأكيد تابعتي حضرتك وقت اللي سئل الوزير باسيل وقت اللي سئل أيضا الوزير فرنجي اثنينتون ما كان عندهم مانع باللقاء، لاحظتي حضرتك؟ ما في حدا. نحن مع الحوار ومستعدين نقعد مع الكل. نعم. الاثنينتنا عظيم، بس نحن الاثنينتنا عنا نيين نقعد. نعم. مع بعضنا. هذا شيء جيد، هذا شيء كويس يعني بيأسس إلى مرحلة تانية. وعمين حكى أنه صار في حيكون في لقاءات أخرى، حيكون في لقاءات تانية. طيب مظبوطة المعطيات اللي قالت أنه قبل ما ضبط اللقاء لأنه الوزير فرنجي كان لا يزال رافض أنه يلتقي الوزير جبران باسيل، وكان يطالب بضمانات من حزب الله للمرحلة المقبلة. وأنا أقصد طبعا ما بعتقد. تعرفي ليش ما بعتقد؟ ما بتعتقد؟ إذا مني يعني كمان إذا ذكرتي إذا ما غلطان وقت اللي دعا للحوار الرئيس ميشيل عون الوزير الفرنسي لبى الدعوة، ما هيك إجا على القصر الجمهوري ولا أنا غلطان؟ مزبوط؟ ما هيك؟ فما بعتقد أنه في هذا الجو لهالدرجة يعني. أنا بس كان بده حدا يعمل بوش دفعة عمله سيد حسن وجمع الاثنين بيناتهم. ولكن حضرتك قلتي لماذا الآن؟ طيب أوكي، أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا. أنا ليش طرحت السؤال؟ لأنه يمكن لو في السابق ذهبوا يمكن إلى تحالف انتخابي، وكان يمكن برأيك قلب شوي المعادلة بالشمال أو لا؟ أكيد لو كان سابقا صار وصار في هذا الاتفاق وكذا، ولكن كمان يمكن اختيار التوقيت هذا حتى ما يبين أنه والله ها نحن جمعناهم لهدف معين. أنه والله الشأن الانتخابي جمع الكل، مت بيقولوا انه سواء كانت المصيبه بتجمع على سبيل المثال الكلمه هيك، او انه والله هل الاستحقاق الجاري المقبل انه افضل انه يكون كلياتنا مع بعضهم وبوجه هذه الهجوم الشرس على الاكثريه وعلى المقاومه بنفس الوقت وحلفاء. طب اذا حصلت هذه الانتخابات، ودائما خلينا نكون حريصين نقول اذا لا حتى. نعم. اخر دقيقه نتصير الانتخابات، اذا حصلت ماذا على المشهد الشمالي؟ شو الجو عندكم؟ الكفه تميل لمن بظل هيدا؟ معلش في تشتت سني واضح
على الساحة السنية بغياب اليوم الرئيس سعد الحريري. عم نشوف وجوه طلعت يعني في ترشيحات سنية أكثر على فكرة أستاذ إبراهيم، وهذا لافت، ترشيحات سنية تخطت الانتخابات السابقة كعدد. شو الجو عندكم في الشمال وتحديدا في طرابلس؟ أصبتي. أول شيء نحن عنا بالشمال 11 لائحة، ما هيك؟ في 11 لائحة بشو اسمه دائرة الشمال الثانية يلي هي طرابلس المنية الضنية، 11 لائحة. نعم. والشيء الجيد يعني بعتقد انه هيدي قصة المقاطعة السنية، على اساس انحكى بالمقاطعة السنية بعد تعليق الرئيس سعد الحريري مشاركة انتخابيا وسياسيا، هذا الشيء كويس انه لا ما في مقاطعة سنية، بالعكس في اقبال سني على الترشح. عم نحكي الترشح قبل ما نحكي اذا كان هناك او سيكون هناك اقبال سني على المشاركة على الاقتراع. واضح. لذلك كمان صار في عنا عدة لوائح بطرابلس، قلت لك 11 لائحة. هلا اللوائح اللي هي اكثر ثقلا بكل صراحة بقول لك اياها، هي لائحة يعني في اكثر تشانس من الباقيين، اللي هي لائحه الوزير فيصل كرامي مع الاستاذ جهاد الصمد مع الشيخ طه ناجي جمعيه المشاريع، يعني اكثر اللوائح اللي هي في منسجمين مع بعض. اوكي. هلا اجت لائحه اللي هي لائحه الدكتور مصطفى علوش. الدكتور مصطفى علوش في نظره له بجامعه بفريق المستقبل، في نظره عم بحكي انا انه هيدا خطا قرار سعد حريري، خيانه ما خيانه الى ما هنالك، يعني في بتعرفي كيف بصير بينحكى يعني. بس هون معليش، برايك هو خان ولا لا؟ الدكتور علوش كان هالقد صريح تماشيا يعني مع قرار رئيس سعد الحريري، هو قدم استقالته وما لو بده يخون، يعني انا عم بنقل بعض اوساط المستقبل. نعم. ما كان عمل لائحه بالتفاهم مع الرئيس فؤاد السنيوره بالوقت يلي دكتور مصطفى علوش عم بيكون مع ما بعرف شو بتسميهم قدامى مستقبل، نواب المستقبل الحاليين، يعني ما راح ضد هيدا الخيار. انا ما انا اللي عم بقول لك الجو بطرابلس موجود. لكن دكتور مصطفى علوش برغم يعني بختلف معه كتير بالرأي، ولكن بقدره أنا. نعم. يعني وبعدين بحييه على جريبته. هذه الاندفاع وترشيحه شيء كويس، يعني مش ماشي عاطل يعني. بالإضافة إلى عم بحكيك أنا الروائح الأبرز الآن. أوكي. سبحان الله كانك لاحظتي علي ما حكيت لك باللوائح التغييريين، ما هيك؟ لأنه مش مبينين. ما بعرف ليش مش معتبر إنه هالوزن مش مبينين. ست جوال مش مبينين بكل صراحة، تبعثر له أول ما له آخر مش مبينين. نعم. في عنا لائحة اللواء أشرف ريفي، اللواء أشرف ريفي قديه حظوظه للواء؟ هلا كتير ضعفت، يعني أصلا ما كانت هذه الحظوظ الكبيرة. أوكي. ولكن كتير ضعفت خصوصا بتحالفه مع القوات اللبنانية. نعم. وما تعنيه القوات اللبنانية بالنسبة لشرائح كبيرة في طرابلس، خصوصا بموضوع استشهاد الرئيس رشيد كرامي يلي أثير في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة هذا الموضوع. وخطأ يعني خطأ كبير من اللواء أشرف ريفي أن يثيره بهذه الطريقة، أثارت رد فعل عكسي يا سيد جوال. نعم. وشاجب على اللواء أشرف ريفي بكل صراحة، اللي تربطني فيه صداقة. بس أنا هون كل بحط الصداقات عشانها، بس بدي أحكي وبحكي الشيء اللي أنا بشوفه. عم تحكي مثل ما شايف الأمور. أخطأ جدا وقت اللي حكى أنه والله شو ضابط سوري ما ضابط سوري رافق الرئيس الشهيد على الطيارة إلى ما هنالك، وصار في كلام واضح بهذا المعنى. كنا نتمنى على اللواء أشرف ريفي يلي نحن ما قدرنا يعني لم نستحب شو اسمه اشتراكه أو تحالفه مع القوات اللبنانية، كنا نتمنى على اللواء أشرف ريفي ابن طرابلس أن لا يعمد إلى التحالف مع القوات اللبنانية اللي في عنده حساسية معينة، في طرابلسية عندهم حساسية معينة ضد القوات اللبنانية. ما رح تقدر القوات اللبنانية تاخد أصوات سنية؟ أبداً. قليل يعني، شيء لا يذكر يعني، شيء لا يذكر. يعني اليوم عم بتشوف عم بتقلي انه لانه بضيف لك شغلي، بس قبل ما انسى لانه بضيف لك شغلي، لانه مش بس قصه انه قوات لبنانيه، كمان ما ننسى انه القاعده السنيه الاساسيه
يلي هي لتيار المستقبل. نعم. على سبيل المثال إذا بدهم ينتخبوا، إذا بدهم ينتخبوا يخترعوا من القاعدة السنية لتيار المستقبل، لا يمكن يعطوا قوات لبنان اللي هن هلأ على خلاف، على خلاف، على خلاف مع يعني عم نضيف لقصة طيب. القوات لبنان. نعم. إذا بدي هيك قراءتك لبعض المقاعد في طرابلس اللي بتشوفها محسومة. هلا طبعا أنا ما بحب، لا بس هيك من على الأرض شو بتحس يعني، الأرقام شو بتقول يعني؟ شاعر مثل ما قلت لك، شاعر أنه في أفضلية لائحة، لأن بيقولوا لك أنت صديق لك رامي، ما هلا بدي أقول لك لأنك تعتبر يعني بهذا المحور شوي، مشان هيك بتدافع. أوكي أنا صديقه لا، بس إذا تقلك شغلة، أنا مش صديقه مثلا، أوكي أنا صديق، بس لو ما كان في تحالف مثلا بينه وبين جريد الصمات، كنت قلت لك في خوف ما بهالموضوع. نعم. في تململ أو في تبدل في التوجه، ولكن هذا التحالف الثلاثي الآن يلي هو بين الوزير فيصل كرامي وبين الأستاذ جهاد الصمد وبين جمعية المشاريع، هذا بيؤدي إلى أنه يكون في حظوظ أكثر من غيره. أوكي لكم مقعد تقريبا؟ أعتقد ثلاثة، أعتقد ثلاثة إذا ما أكثر، إذا ما معهم أربعة الأستاذ رفلي دياب كمان. طب رئيس مئاتي؟ الأستاذ رفلي دياب الرئيس مئاتي حتى الآن. نعم. الجوال اللائحة اللي فيها يعني نجم اللائحة فينا نقول اللي فيها كريم كبارة، نجل الأستاذ محمد كبارة، ما عم تعمل هذه الحركة الانتخابية المطلوبة والمفروض أنها تنعمل. يعني مثل شو يعني المطلوب منها أنها تعمل؟ لقاءات، حوارات، اتصالات، ما عم نشوف شيء أبدا. بكل صراحة عم أقول لك إياها، أنا طبعا كإعلامي عم تابع يعني، شوف كل الباقيين يعني، شوف مثلا يلي عم يضرب الرقم القياسي. نعم. بالحوارات استاذ عمر حرفوش مثلا، ما شاء الله من محل. طب عنده حظوظ استاذ عمر حرفوش؟ في حظوظ له جديه، لكن ما قصت انه هون في حظوظ، بس الاستاذ عمر حرفوش دخل الى طرابلس من باب الفن، يعني تعرفوا عليه دايس من باب الفن. نعم. يعني عمل حفل مثلا، اول حفل عمل بجامعه العزم. ايه. كل اللي حضروه أعجبوا، أنا ما كنت موجود مثلا، عائلي عندي بالبيت جايين معجبين لمبهورين. تتصوت له؟ جايين لا ما لها علاقة، ما لها علاقة، ممكن احنا فنيا أنا عم بسألك البركة أنه بحرهم لدرجة أنه يصوتوا له. عم بحكي فنيا ستنا الكريمة، فلذلك هو دخل إلى الطرابلسيين عبر الفن، بعدين تغير الموضوع، صار لا فساد وما فساد والأوروبيين والفرنسيين، يعني ده تبدل الـ شو اسمه، عدة الشغل عند الأستاذ عمر حرفوش. هلأ صار هو بيظهر حاله أنه هو المحارب الأساسي للفساد ومتصل بالفرنسوية. هو يمكن كان قبل عم يشتغل، بركي قبل من عم يشتغل على الملفات من قبل، أو اليوم شايف يمكن الفرصة سانحة أنه يطرح ويفتحها. أو من حقه، ما قلنا شيء، من حقه، بس مع كمان هون بدنا نضيق على شغلي. ضيق بتنضي على شغله، في احد رؤساء اللوائح من التغييريين يا ستنا الكريم. نعم. جاء الي وقال لي بالحرف الواحد، انا اتحفظ على الاسم لو سمحت، ما فيك تقلنا يعني. اتحفظ لو سمحت يعني. طيب. وقال لي انه في سيده، نعم، قالت لهم انا معي مليون دولار، ما أوكي. بدي شيء منكم، لا بدي اياكم تشاركوا بالحمد الانتخابية ولا تعملوا شيء، أنا بعملها لحالي، بس أنا معي مليون دولار، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ من الاتحاد الأوروبي. عم بحكيكي كما سمعته بالحرف، ودخلت إلى اللائحة. ماشي الحال؟ هلا هيدا كلام استاذ ابراهيم عوض، هيدا نعم. انا لا اتبنى هالامور لانه هيدا يعني مثل عم تتهم الاتحاد الاوروبي. وانا لا اسمحي لي، انا ما عندي اثباتات، بس انا عم اقول لك اللي سمعته، انا عم بروي لك. انا لا اتبنى ايضا. أوكي. انا عم اروي ما سمعت. نعم. لو صح هذا الشيء، لو صح هذا الشيء، اكيد هيدي مش الوحيده يلي عطينا الاتحاد الاوروبي مصاري، اكيد عاطين لكذا وحده او لكذا واحد، ونحن عم نسمع نعم. كمان ما عندنا اثباتات، ما شفنا بعيننا اكد الشيك او اكدت مصاري او الى ما هنالك. كمان عم نسمع انه الاتحاد الاوروبي والان جي اوز بيحكوا فيه كثير، بتسمعيهم وين ما كان، عاطين هذا وعاطين هذا وعاطين هيديك.
بس طب. نحن عم نحكي ما نسمعه ماشي. ما في إثباتات نرجع منقول ما عندنا دليل ما عندنا إثباتات ولكن كلام عم نسمعه. أنا رويت لك واقعة معينة محددة. بركي هالسيدة اللي عم تسمعك وانضمت قلت لي لليحة هي بترد عليك أو بتوضح إذا كان دقيقة هذه المعطيات. خليني بس انتقل لك. نعم نحكي عن موضوع الخبز والرغيف وهيدا موضوع أساسي اليوم. خليني انتقل أنا وياك أستاذ إبراهيم إلى أستاذ توني سيف نقيب أصحاب صناعات الخبز في جبل لبنان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يعطيكم العافية. يا أهلا. يعني أستاذ توني الجميع اليوم ناطر شو حيصير بموضوع يعني ما بقى في إلا بعد لقمة المواطن. هيدي هي لقمة الخبز يعني. وبظل معلومات عم بارح سمعنا أنه إذا ما مش الحال رح نصير أمام ربطة خبز ب 30 ألف. اليوم وين نحن بهذا الموضوع؟ للأسف للي وصلنا له بموضوع رغيف الخبز رغيف الرقيق رغيف المواطن اللي وصلنا له. نحن كان فينا كدولة تحاشى على الموضوع وتلاقي الحلول اللي بتساعد المواطن بهيك أزمة ما توصلوا لما ينزل أمام الأفران وترجع توجد حل. نحن عندنا أزمة عدم دفع سيولة حسب القمح للمطاحن من قبل مصرف لبنان. ومصرف لبنان أكيد عندكم خبر إنه عم يقول أنا ما بقى فيي أدفع، خلي الحكومة تجتمع تطلب مني أو المجلس النيابي طلب استقراض لحتى أنا أقرض لوزارة الاقتصاد أو الحكومة مبلغ معين لحتى يشتروا قمح. امبارح كان في اتصال بين الرئيس بري والرئيس معادي، ورأيت الاتصال جرى منذ أيام حتى المواطن ما يعيش حالة هلع وخوف وينزل أمام الأفران وحلوا هالمشكلة. وتفهم الموضوع والأفران وقفت عن الإنتاج بسبب عدم وجود طحين، والناس انزلت ووقفت صفوف امام الافران ورح يصير في مشكله بالشارع وكارثه. تحركوا وطلبوا سلفه من مصرف لبنان بقيمه 15 مليون على مسؤوليه وزير الماليه ورئيس الحكومه لحتى يشتروا قمح، ولكن على 15 مليون يكفوا لبنان حوالي 20 يوم. بعد ال 20 يوم الى اين ذهبوا؟ هذا واحد. اثنين، إذا كان هالموضوع نحن ما نحن كأصحاب علاقة بموضوع القمح والطحين والخبز، ما نحن عم نعرف شو سياسة الدولة وشو بدها من هالموضوع، هل هن بدهم يرفعوا الدعم على هاي الشعب؟ هل هن ما بدهم يستوردوا قمح رايحين على رفع الدعم ولا رايحين إنه يقطع البلد من طحين ما من القمح؟ ما عارفين الحقيقة شو السياسة اللي عندهم اليوم. إذا كنت ترفعوا الدعم طيب كنت تخلقوا شيء بديل لرفع الدعم، أنا كنت ترفعوا الدعم وقولوا شو الخطة تبعكم اليوم. أستاذ توني موضوع السعر سألتيني عنه. اليوم إذا نحن نرفع الدعم اليوم بطن طحين بطن قمح 520 دولار ومسود كما هو اليوم 1000 وشي ودولار على 25,000، ربطة الخبز تكون حوالي 25,000 ليرة. ولكن من هلا لين رفع الدعم شو بيصير ما حدا بيعرف. أنا عم بحكي أسعار اليوم ربطة الخبز بال 25,000 ليرة. طيب بس خليني استوضح منك نقطة، قلت لي إنه ال 15 مليون اللي هن لنوضح هن حقوق لبنان، جزء منه من حقوق السحب الخاصة بلبنان الـ SDR مثل ما يعرف. هيدا المبلغ قلت لي بيضاين 20 يوم صح كدعم؟ هذا المبلغ بيبين 20 يوم. نحن استهلكنا حوالي 50,000 طن قمح، 50,000 طن قمح حقهم 30 مليون دولار. نحن طلبوا سلفه 15 مليون، يعني 15 مليون تقريبا بين 15 و20 يوم. وما بعد ال 20 يوم؟ بدنا نسال الحكومه والمسؤولين والقيمين على الملف هيدا. يعني نحن قد نكون أمام أزمة على أبواب انتخابات. نعم نعم نعم، في بواخر بالبحر، في بواخر بالبحر موجودة كمان. المطاحن جايبينها، في عندهم قمح بإهراءاتهم ما تسدد حقها. هلا بفتكر بال 15 مليون رح يسددون حق القمح الموجود بالإهراءات عندهم. في بواخر بالبحر، هل البواخر قديش فيها تنضرب البحر بدون ما يسدد حقها؟ هل تتباع على بلد اخر؟ هل يرجعوا يصدروها على بلد اخر؟ ونحن بصير في امام ازمه، لانه اذا ما نرجع نشتري ونفوت على سوق جديد ونشتري وناخذ عروض رح تروح شهر ونص شهرين. اذا فلت البواخر الموجوده نحن امام كارثه.
طيب اليوم الافران خلص فيها خبز، ما في اليوم او متى بترجع بتنحل هالازمه؟ لانه امبارح شفنا العالم عم تروح عم بيسلموها ثلاث او اربع ربط يعني كحد اقصى، اليوم اي متى بيصير متوفر وبشكل طبيعي؟ اولا الناس عايشه هلا عمام اللوم الناس لانه صعدوا المصداقيه والثقه بالدوله الثانيه. اثنين المطاحن امبارح تاخروا الضوء الاخضر، وفي مطاحن لحد هلا بعد خزاناتهم او اهراءاتهم مرصصة يعني مختومة، ما فيني يفتحوها الا ما يدفعوا المصاري تيقدروا يطحنوا القمح الموجود عندهم. مش كل الافران اليوم صار عندها طحين، بس ولكن الموضوع على حل حالي. أغلبية المطاحن بلشت بالعمل عم تطحن قمح وتسلم الأفران، ولكن مخزون الأفران فارغ، أكيد بده يكون في طلب زيادة، والناس بعد عايشة هلا يعني، بس إنه الموضوع على حل حالي مؤقتي، فينا نقول مؤقتي. اوكي، حلحلة مؤقتة يعني تبلش تبين هالحلحلة خلال الأيام القليلة أو الساعات المقبلة؟ ابتداء من اليوم تبلش تبين الحلحلة. بس مع الاسف مؤقت. بدنا نتمنى على المواطنين ما يخافوا وما يحطوا خبز ويكسروا خبز زياده عن حاجاتهم، لانه هذا الشيء بيخلق ازمه. هلا هي الخبز متوفر والتشي متوفر ل 20 يوم، واكيد هلا ل 20 يوم ان شاء الله يكون في حلول جذريه لهالموضوع. يعني الله يساعد على المواطن، الجميع بيطلب منه انه لا داعي للهلع وما تخاف وما ما تخبي وتروح تشتري الخبز بالوقت بس يلي يوم بس بس 20 يوم. عم بتقول هلا يا استاذ طوني ل 20 يوم يعني بعد ال 20 يوم بعد ال 20 يوم هيدا الكلام. ربنا على الانتخابات، شو بنعمل استاذنا بعد الانتخابات؟ نحن بنتمنى على الناس ومنشان 8 دولار او 4 دولار عملوا ثوره على الانترنت او على الواتساب وقت مشكله اول الثوره بلشت. اليوم رايحين على نحن رايحين وان شاء الله لا، بس نحن متمنى. انا عم اشوف طريقه التعاطي مع ملف حساس، هو ملف القمح وملف الامن الغذائي، عم تصير طريقه التعاطي فيه بشكل بارد جدا وبشكل عدم اهتمام حتى اقول له موبايلات. انا بتمنى الناس تتحرك لهالموضوع هذا وتلزم كل المسؤولين بالبلد يتحركوا على الموضوع. كانك عم بتقول وزير الاقتصاد، بس لحظه، وزير الاقتصاد مش عم يتحرك؟ وزير الاقتصاد عم يتحرك مشكور، وكل وزاره الاقتصاد عم تتحرك، المدير العام وزير مكتب الحبوب، ولكن ما في اذان صاغيه. الوزير الاقتصاد اليوم بده دعم من رئيس الحكومه، للاسف بده دعم من الرؤساء الثلاثه لمصرف لبنان يتحرك يدفع حق القمح. للاسف لبنان محكوم بثلاث اربع افرقاء بدهم يتحركوا، الوزير عم يتحرك بس ما حدا عم يسمع له. يعني عم تتهم استاذ طوني الرؤساء انه هن مش عم يتحركوا، لا الرئيس بري ولا الرئيس مئاتي ولا رئيس الجمهوريه؟ طيب ليه امبارح وقت صار في اتصال بين الرئيس بري ورئيس الحكومه وكلف وزير المال ورئيس الحكومه يستلفوا 15 مليون؟ ما هو لانه مصرف لبنان بيقول لك انه نحن ما بقى ليه ما صارت قبل هلا؟ ما هو لانه دائما مثل ما عم تتفضل وتحكي بده تغطيه ما لحتى ما يصرف من الاحتياطي، ودائما عم بتصير الامور هيك. على كل حال انا بدي اشكرك على هذه المداخله، على امل انه يكون في حل مش مؤقت ومش نكون على ابواب انتخابات بازمه رغيف تطال يعني اساس عيشه المواطن ومعيشته، اللي هي ما بقى عنده إلا هيدي اللقمة. أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، بدي أطلع فاصل أستاذ إبراهيم وأتابع هذه الحلقة من حوار اليوم. عودة لحوار اليوم معك أستاذ إبراهيم عوض المشرف على موقع الانتشار. سريعا لأنه نظرا لضيق الوقت بعد معي يمكن 10 دقائق أو أكثر شوي، الإفطار امبارح اللي صار، خلينا نبدأ من عودة الخليج إلى لبنان عبر سفير المملكة، سفير الكويت، واليوم قريبا سفير قطر الجديد. يعني لافتة جدا بعد ما بدي أقول قطيعة ولكن هيك جفاء خلينا نقول، لأنه امبارح سفير سعودي قال أنه ما في قطع علاقات، ولكن تعبيره يعني استدعاء. ليش اليوم رجع الخليج إلى لبنان
وهل كما يقول البعض فقط انتخابات؟ يعني في شيء ما بعرف ما بيركب الراس انه بس انتخابات. اول شيء يعني العوده تاعتهم مرحب بها طبعا، اكيد شيء طبيعي يعني بعد هال الهزات اللي صارت في العلاقه بيننا وبين عدد من دول الخليج. ولكن كمان اذا بنسال حالنا انه هذه العوده اللي حصلت يعني في شيء تبدل من المشهد اللبناني وغير من المشهد اللبناني او من مطالب الدول الخليجيه، حتى عادوا ورجعوا انه والله مش الحال لبنان التزم او عمل او شال او سبقتني على سؤال شو تغير ببيان رئيس مين؟ ما هذا اللي عم نحكي نحن. ولكن يبدو القصه اكبر من قصه لبنان، في الا مشهد خارجي، يعني في عندك الاتفاق النووي، في عندك التواصل السعودي الايراني، نعم، وايضا يحكي عن تواصل سعودي سوري، بالاضافه الى يعني هذا المشهد اللي كمان قصه التقارب من سوريا، مذكر ايضا بالزياره اللي قام فيها الرئيس الاسد الى الامارات، وقبل نعم ذلك وزير الخارجيه او التي قام بها ايضا وزير الخارجيه نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي الى 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 سوريا. يعني ثم اهم من هيك كلياته سوا اللي هو الان بدء الحوار او بدء التفاهم اليمني السعودي المتعلق بالحوثيين نعم تحديدا يعني. فكل هذا الجو هذا ادى الى انه في مناخ خارجي دولي مختلف عما سبق، يعني كان في احتدام بالمعارك عم بتطيح بجهود الرئيس ميقاتي. يعني هلا ما في شك الرئيس نجيب ميقاتي مشكور، عمل اللي بده فيه يعمله، بيان من هون بيان من هون، هذا شيء يعني من واجباته انه يعمله يعني. ولكن على ذكر الرئيس ميقاتي اللي انا بتعرفي كمان بحبه وبعزه نعم كثير، ولكن صديقك من صدقك، انا كنت اتمنى على الرئيس نجيب ميقاتي قبل الذهاب الى مأدبه الافطار ان ياتي اليه السفير ويزوره، لانه السفير السعودي حتى هذه اللحظه بعد تشكيل الحكومه لم ياتي ويزور الرئيس رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومه نجيب ميقاتي. كنت اتمنى عليه ان يحصل ذلك قبل ان نذهب الى الافطار، اما حصل يعني حصل ما قد حصل. بس هيك من باب ليش أخطأ الرئيس ميقاتي أنه نزل؟ كان لازم السفير يعني يزوره مثل مزار المرجعيات الروحية. طبعا شيء طبيعي ستنا، يعني هذا أكبر مركز سني في جمهورية اللبنانية، مزار المرجعية السنية الأولى يعني دينيا يعني عم بحكي أنا، راح والتقى يعني المفتي والتقى كل المرجعية رئيس وزارة المفتي ستنا مع احترامي، بس ما التقى ولا مسؤول سياسي رح زاره. مفروض يزور رئيس الحكومة، مفروض يزور رئيس مجلس الوزراء ثم يدعوه من هناك إلى الإفطار. أنا بعطيك رأيي يا حبيبتي، يدعوه من هناك إلى الإفطار، مش اتصل به هاتفيا له تفضل تعال افطار عنا. عم بحكي رأيي الخاص يعني، وأنا سمعت اليوم يعني سمعت بناس كمان من محبي الرئيس نجيب ميقاتي. هلأ يمكن الرئيس نجيب ميقاتي بده يعني يطوي هذه القصة البروتوكولية، بهمه هلأ العلاقات وتحسين العلاقات، حاول يمكن يتخطى هالقصة هيديك، بس احنا بس عم نسجل طيب القصة يعني. قراءتك نعم ماشي نعم ماشي. هلأ بالنسبة للقراءة كمان أنا حز بنفسي هذا المشهد الذي شهدته بالأمس بالوقت اللي رئيس الجمهورية يدعو معظم الحاضرين من دون السفراء إلى طاولة حوار لنبحث بالوضع اللي نحن فيه ونقلع شوكنا بإيدنا، نراهم يلتفون حول السفير السعودي. مشكور السفير السعودي أنا ماني عم أقول، بس كنت أتمنى أن أرى هذا المشهد في القصر الجمهوري عندما دعا للحوار. أصدق رئيس وقت دعا للحوار رئيس الجمهورية وما لبوا الدعوة، بعدين صار يعملها فرادة ما هيك نعم. يحس في نفسه أن أرى هذا المشهد ما هيك يا ستنا يعني، كمان بيحق لي اني اعبر عن رايي، بس عم ناقشك بيحق لي اعبر عن رايي، وايضا بحزني نفسي ان لا ارى ممثلا لرئيس الجمهوريه في هذه المأدبه يعني. ايضا في قصه في بعدين في موقف اخذته السعوديه يبدو من رئيس الجمهوريه، بنتمنى هذا الموقف انه ما يضل هيك بهالشكل يعني. طب انا هون سؤالي نعم، طالما هذه المواقف بعدها، الموقف من حزب الله لم يتبدل، الموقف من سلاح حزب الله هو، طب شو عدا ما بدا لحتى فجأة صار كل هالأمور؟ معلش اسمح لك نربطهم سريعا. اتفاق مبدئي مع صندوق نادي الدولة، قبل إعلان عن زيارة البابا إلى لبنان في حزيران، وبعد دغري كمان عودة الخليج. ما هلأ عم نقول
المواقف هي ذاتها. ما في شيء بدلت لك، اول شيء قلت لك انا الجو الخارجي، ما هيك؟ انا ما حكيت لك بالداخل، يعني ما بالداخل ما صار في هذا التبدل الكبير. ولكن بالاضافه الى ذلك كمان ما بدنا نترك، عم بحكي انا سعوديا هون، نعم. كمان نحن ما بدنا نترك الساحه السنيه خاليه بهذا الشكل. لطالما كانت السعوديه هي الحاضنه للطائفه السنيه، حضرتك بتعرفي، لطالما كانت حاضنه. هلا ما في الزعام السنيه يعني اللي هو بعهدة حتى هذه الساعة ما تزال بعهدة الرئيس سعد الحريري، نعم. غيابه للرئيس سعد الحريري، غياب ما إن حكى على المشاركة السنية، أيضا بعتقد أنا كمان من أسباب عودة السفير السعودي وغير السفير السعودي، بس تحديدا السفير السعودي، نعم. كمان هذه الغياب السني، كمان إحنا ما بدنا يكون في كل هذا الغياب السني، لا في سني بالنسبة للقاعدة السنية ولا في هذه الرعاية، لا خلينا نكون نحن موجودين على الساحة كمان بالإضافة إلى الأسباب اللي عددناها. يعني عم بتقول أنه العودة هي بجزء منها لعدم إخلاء الساحة السنية ولدعم وإظهار دعم المملكة للرئيس السنيورة، للرئيس السنيورة، لحراك السنيورة. الرئيس السنيورة يعني أعطك عم بيسوق لحاله، يعني مثلاً اتصال هاتفي بيضوي عليه الرئيس السنيورة. أنا بعتقد السفير البخاري أنا بعرفه جيد، منفتح على الجميع، وأعتقد أنه حيكون في عنده سلسلة لقاءات مع المعارضة، أو مثل ما بتقولي حضرت مثل حضرت 8 و14 حيكون في عدة لقاءات له للسفير السعودي، مش أنه والله هلأ حتى الآن ما ظاهر أبدا أنه في هناك يعني تدخل سعودي واضح بالانتخابات. قال امبارح السفير نحن لا نتدخل بالشؤون الداخلية، أو نحن مع إجراء كل الاستحقاقات من النيابة، بس فصل قال إنه نحن مع السعودية لا تتدخل بهالأمور. طيب هالمرة مش حتتدخل، قبل كانت تتدخل السعودية، قبل عم نحكي كانت تتدخل يعني بالسنوات السابقة، بالانتخابات السابقة، نعم. هلا يمكن ما في تدخل، أوكي، ولكن كمان بالأمس كان لافت جدا إنه على يمينه على يمينه السفيرة الفرنسية وعلى يساره السفيرة، هذا لتطبيق لتطبيق ما اتفق عليه سلافيا من هي المساعدات الإنسانية يلي كمان حكى عن الرئيس نجيب الفرنسية السعودية، الفرنسية السعودية وأيضا يعني بمتابعة ومواكبة أمريكية، أنه بده يكون هذه المساعدات الإنسانية طبعا مش عبر الدولة اللبنانية، عبر مباشرة عبر جمعيات ومؤسسات معينة. طب هالعودة كيف رح تنعكس؟ تنعكس إيجابا على لبنان؟ يعني منرجع إلى زمن أنه الخليج عاد إلى لبنان ولا لا؟ ما شايف هيدا الصورة، بعبدها استكمال لمعطيات خارجية، مش ممكن أن ينعكس هذا المشهد إيجابا على البلد؟ أكيد هيدي خطوة أولى، فينا نقولها يعني هيدي خطوة أولى. أي. بعدين يعني تعرفي كنا بجو مضطرب بينه وبين دول الخليج، وجو فينا نقول عدائي بينه وبين دول الخليج، خصوصا من جهتهم هن، يعني حاول استيعاب الرئيس نجيب ميقاتي وبعض الوزراء، يعني حاولوا يستوعبوا هالقصه هيدي. ولكن العوده مثل ما قلت لك جيده، بتعطي انطباع، تركت انطباع لا باس به عند اللبنانيين. نعم. ومثل ما قلت لك ست زويل، بالنسبة للطائفة السنية التي أنا واحد منها، يعني في شيء نحن خاص بيننا وبين المملكة العربية السعودية من زمن بعيد، مش من هلأ يعني. نعم. لطالما هي كانت راعية وحاضنة. خلص وقتي بس أكثر يعني. الرئيس نعم. ميقاتي قال أنه رح يزور المملكة، ما في لقاءات سياسية هلأ، هو رأي عمرة. بعتقد أنا اعتقادي، نعم، انه بعد الشيء اللي صار وهذا الانفتاح الجديد وكذا، اعتقد انه بزياره العمره قد يستقبله ولي العهد، او يمكن كمان الملك سلمان قد يستقبله، يعني لانه هن عاده الملك وولي عهده بيكونوا بمكه بوقت بهالوقت، هذا بيكونوا بمكه عاده، يعني المر اذا غيروا هالسنه يقوم بأداء العمرة ويستقبله. نجح نجيب ميقاتي حيث فشل سعد الحريري؟ بشو تحديدا؟
بشو؟ بعودة الخليج إلى لبنان، وهذا يسجل يمكن البعض بيقول لك هذا انتصار لرئيس مئاتي، بغض النظر يعني بالشكليات أو هيك أكيد الرجل. من حيث المنطق أي تسجل له، لأنه هو رئيس الحكومة، هو اللي قام بالاتصالات، هو اللي قام بالمبادرات، هو اللي أصدر بيانات، هو اللي أصدر مواقف، هو اللي أصدر تصاريح، هو اللي أجرى سلسلة اتصالات، خصوصا وقت اللي كان يروح هون وهون، مؤتمر هون أي مؤتمر هون. يعني هو بديل سعد الحريري على الساحة في لا المرحلة لا لا المقبلة. ما في بديل لحدا ستنا الكريمة، حتى هذه اللحظة ما في بديل ما في لحدا. اتفاق يرجع الرئيس مئاتي بعد الانتخابات، والدليل ستنا إنه ما ترشح الرئيس نجيب ميقاتي، ما ترشح ما ترشح بطرابلس. ليرجع بركي رئيس حكومة بعد الانتخابات. ايه بيرجع رئيس حكومة، مش مشكلة، ممكن يرجع تمام سلام رئيس حكومة، لا يعني دائما تمام سلام قال عم بقول انه مثلا يعني انه بيرجع رئيس. طيب هلا هو الافضل، هو الافضل بالوقت الحاضر يعني. هلا بيقوموا الايام عليك بعض القيادات السنية بيقولوا لك انه نحن بحق لنا ونحن عم ايه نشتغل و بس انتر بارونت بين مزدوجين، بعد الانتخابات اذا طلع هذا السني او ذاك بارقام عالية بدنا نضوي عليه ستنا الكريمة، بدنا نشوف هل هو كمان ايضا مشروع حكومي. اوكي ماشي، الكابيتال كنترول ماشي، يعني عم تقصد الرئيس نجيب ميقاتي انه هو اللي راجع. في يمكن غيره كمان، فيصل كرامي، يمكن استاذ فيصل اذا عبد الرحيم كرامي، مراد اخذ ارقام عاليه، اذا طيب استاذ فيصل كرامي اخذ ارقام عاليه، ان شاء الله كلهم بياخذوا ان شاء الله ارقام عاليه. الكابيتال كنترول بيقطع باللجان او لا كابيتال كنترول قبل لا الانتخابات؟ بعتقد بيقطع، بيقطع؟ بيعتقد بيقطع اي نعم، لانه ما في يعني هيدا كابيتال كنترول صاير ضابط بدي اشكرك، وبيكون لي كمان لقاءات اخرى معك الله استاذ يخليك. ابراهيم عواض، شكرا دائما تعطي معلومات، شكرا شكرا لك، شكرا مشاهدينا لحسن المتابعه، والى اللقاء.